شاء الله بتروح وبترجع بالسلامة، بس أنا بدي منك كم طلب. ها أنا أخوك، هم طلبين ثلاثة والأربعة والخمسة. تفضل، شو طلبانتك؟ شوف يا سيدي، بدي طعم مسابح، في مسابح نزلوهن، هذا الحجر البلور بدي 5-6 منهم الله يرضى عليه، وبدي تجيب لي كمان معك ايه في المصحف المرتل هذا، هيك بيجي 12 شريط و5 سيديات معاه هذا الله يرضى عليك. يعني انا الله يرضى عليك يا اخوي ابو احمد، بدي شو اسمه الدي في دي هذا، بدي تجيب لي واحد، وعشان تلفزيوني انا قديم بركبش على الدي في دي، يا ريت الله يرضى عليك تجيب لي تلفزيون 18 بوصة، بديش 21. بدي طعم طناجر تفال، هدول للرز بقولي وحدة بوحدة. بدي دش داشة للمرة، وبالمرة إذا بتجيب لي نظارات سود للشمس، وطعم طناجر ضغط في ثلاثة، هدول بيجوا 16 و18 و20 الله يخليك. بدي عباية لمرت أخي. الله يرضى عليك يا أخوي يا أبو أحمد، بيحكوا عطر السعودية كتير حلو، تجيب لي 3-4 خناني. تلفزيون مع كاميرا بيجي هذا؟ في كشافات هذول نزلوهم هناك بيشتغلوا على الشهب، بيحطوا بالكهرباء، بتجيب لي 2، واحد إلي وواحد لأخي. وإذا بتجيب لي من هاي المروحة اللي بيحكوا لها الهليكوبتر، جيب لي واحد بكفي، بديش تنتين. وإذا بتجيب لها الولد الله يرضى عليك بليفون يكون معدل وبركب عليه الكمبيوتر وبيجي له النت كمان. بتجيب لي الله يرضى عليك عباية عشان لمن أجوز البنت ألف فيها. بدي تجيب لي دجداشة مقصبة تأخذ العائلة للمرأة. أنا موصي يجيب لمرتي، أبصيرش تدخل على الخط وتصير بدك زي مرتي لمرتك، هادي غيرة، أنا بحبش الغيرة بقتلك، فاهم؟ شو قصدك يا أبو العريف؟ ليكون مرتك أحسن من مرتي؟ طبعا مرتي أحسن من مرتك. كده أنت من الزلام اللي بتحكي علي وبتحكي على مرتي يا مصديق. شو بتحكي؟ امسكني ولا امسكني بقول انت صرت زلمه ولا طلعت عليك هون.